جاسيندا آردرن رئيسة وزراء أحلك أيام نيوزيلندا ظهرت كنقيض متسامح لقادة استخدموا خطاباً يعادي المسلمين والمهاجرين. 50 مسلماً قتلوا في مسجدين في بلادها، فكيف قادت هذه الأزمة؟ السلام عليكم. أولاً ومنذ البدء نيوزيلندا وطنهم وهم نحن. أول تغريدة لجاسيندا بعد الحادثة فوراً ألغت المسافة المتخيلة بين المهاجرين القتلى والنيوزلنديين. هم ليسوا غرباء، استهدافهم استهداف لكل البلاد. ثانياً وصفت الجريمة بالإرهاب. التصنيف جاء بلا أي مراوغة أو عبارة استدراكية. لا مساحة رمادية هنا. ما معنى ذلك؟ تغيير غير مسبوق في نوعية الخطاب الذي يصف عمليات مسلحة يقوم بها البيض ضد المسلمين. ثالثاً أماتت اسم المجرم وعززت حضور الضحية. ببساطة القاتل سيكون بلا اسم. جاسيندا طالبت وسائل الإعلام بالتركيز فقط على الضحايا وتكريمهم ورواية قصصهم. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, رابعاً وعدت بإصلاح قوانين حمل وحيازة السلاح في البلاد. موقف احترازي لدرء أي أعمال مماثلة. صحيح أن الخطاب المعادي للإسلام يحمل في طياته احتمال عنف مميت، لكن سهولة الحصول على سلاح أمر خطير يجب أن يوضع له حد، وهذا عكس موقف الإدارة الأمريكية الذي يسهل الحصول على أسلحة. خامساً تقربت من الضحايا، ارتدت الحجاب ولون الحداد. قرئ القرآن في افتتاح جلسة البرلمان الأولى بعد الحادث، وخطابها تضمن اللغة العربية. وعدت أفراد أسر الضحايا بإحضار ذويهم للجنائز على نفقة الدولة، وبالتكفل بتكاليف الدفن وإعادة الجثامين لمن أراد في بلده الأصلي. كما عززت الإجراءات الأمنية في المساجد وأماكن وجود المسلمين. حسناً، جاسيندا ربما خطفت القلوب بذكائها في إدارة الأزمة، وهي إلى جانب ذلك سيدة لم تبلغ بعد 40، صارت أصغر امرأة تتولى سدة الحكم في نيوزيلندا، وأصغر سياسية تقود حكومة في العالم، وهي أول رئيسة تحضر جلسات الأمم المتحدة مع طفلتها. أدانت استخدام إسرائيل المفرطة للقوة مع الفلسطينيين، رفضت نقل سفارة بلادها للقدس المحتلة، وصرحت بأن بلادها لن تخضع للتنمر على المسرح الدولي. لكن في سجلها أيضاً نقاطاً سوداء حسب خصومها. عملت في رئاسة الوزراء البريطانية، وتحديداً في فريق السياسات الخاصة بتوني بلير. نعم، السياسي البريطاني سيء السمعة في حرب العراق، والذي يصفه البعض بمجرم الحرب. جاسيندا بررت عملها معه أنه وببساطة أتى بدافع براغماتي، وأنها كانت جزءاً من فريق ضخم، يعني عادي لم تقابل بلير أثناء عملها ولا مرة. المهم ماذا عنكم أنتم؟ كيف تقيمون تعامل جاسيندا مع الحادثة؟